هوني دي او كدنتي صحفيجي لدلي جمال خشوقي يكوح ضد حقوق دا آدم او يسقو عساسي يا تلاسدي شلي محكمتكو تالا مرايكن كو قدبية دعوت كدن اهدى حالسوغاها بقرتوية دا سعودي عربيا محمد بن سلمان دعوت دانولو قدبية محكمة ريد اهو كو تالا مقالة دا واشنطن دي سي اي خديجي يكوح ضد حقوق دا آدمها اي عرب وول نو وحا يكوية ديين محمد بن سلمان انو امري دلك وريه جمال خشوقي وحاسيد وكلم محكمة دلقة سو دعوية ينك بدن لباتن موادين او دشي ودن كسعودي عربيا او دلك الله هايستو سفارة دا سعودي غايانا وليك جوابين دعوة دلو قد بيه دحال سوغها بقرتو يدا محمد بن سلمان امير محمد الله سو قابيو ام بي اس ايا بينيي انو كدن بي دلك لغو خارجي سحافيق او دشي سعودي غا لبدي بشي اكتوبر ee sanadkii 2018kii Jamal Khashoqi oo degana gobolka Afrikaaniya ayaa maqaalo ku dhaliili jiray siyaasadda Maxamed bin Salman ku daabici jiray wargeyska Washington Post ee ka soo baxa caasimadda Mareykanka ee Washington DC Nuruddin Ali Gabyaye gobolnimada